خلونا نستقبل اول اتصال تليفوني ونقول الو. ايوه سام، ازيك؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ انا زينب. زينب كم سنه يا زينب؟ انا 22. مرتبطه يا زينب؟ مخطوبه بقالي سنه. مخطوبه بقالك سنه؟ خطوبه عن حب ولا خطوبه تقليديه؟ في الاول كانت تقليديه. بس بعد كده اتقلبت لحب. طيب حلو، ايه المشكله؟ المشكله ان في الاول ما جالي العريس ده وهو كان جاي لي في الاول كان في حاجه بينه وبين اختي. كان في مشروع ارتباط وكده بس ما كملش. فهو شافني كذا مرة معاها وكده، فلما بعد وعرف انها اتجوزت. طيب كان مشروع ارتباط ازاي؟ يعني هو كان في علاقة بينه وبين اختك، كانوا بيحبوا بعض؟ وكان مكلم والدي وكده وما حصلش نصيب، الموضوع ما كملش. يعني هو حصل عنده ظروف وبعد والموضوع ما كملش. وجي بعدها هي اتجوزت وبتاع، وهو عرف من بره بجوازها. وجوزها عارف انها كانت مرتبطة بالانسان ده؟ لا، جوزها ما يعرفش. اها. يعني هو عارف ان هو في المبدا كان مرتبط بيها. فطبعا لما عرف انها اتجوزت جه اتكلم مع بابا، انا يعني مرتبط بالعيله وشايفكم ناس كويسه وبتاع. فانا اللي هو حضرتك عارف اللي هو بلعنة دي خصوصه. انا في الاول صراحه كنت شايفاه شاب محترم وكويس. فكنت ما كانش عندي اي رفض، اللي هو كنت ماشيه بمبدا ان انا هقدر انسي اللي فات من حياته. اتخطبنا اول شهر، ثاني شهر الكلام ده ابتديت اتعلق بيه. وهو نفسي كان بيبادلني نفس الشعور. كان في بعض الاوقات طبعا بلاقيه بيذكر حاجات كانت بتحصل بينه وبين اختي، اني لا انت كذا مش عاجبني فيكي، لا انا عايزك تغيري، اختك كانت بتعمل كذا، اختك كانت بتسوي كذا. هو بقيت الاحظ ان هو بيذكرها كتير. وانت بتحاولي يا حرام تلحقي انك تبقي زي اختك. بالظبط. كنت بحاول ان انا اتجاهل عشان خاطر الموضوع بالنسبه لي ما يقلبش الى غيره ومضايقه من اختي ويحصل مشاكل. بس بعد كده ابتديت ان لا، الموضوع ابتدى يخنقني. يعني لا، انا ما بجيبلكش سيرة حد خطيبي كان قبل كده، انت ما تجيبليش سيرة حد عدى في حياتك. لا لا، ومش اي حد، يد اختك. او بعدين؟ طيب بالظبط. فلحد من 10 ايام كنا بنتكلم، الكلام جاب بعضه. معرفش الصراحه هو كان قصده ان هو يرمي لي حاجه زي كده لغرض مشكله، ولا هو فعلا قالها غصب عنه. لقيته اتضح لي ان هو كان في علاقه بنتيه بينه وبين اختي. كنا بنتكلم مع بعض ولقيته راح رايم لي لفظ، هو انت بتعملي كذا ومش بتعملي كذا، اصل اختك اللي بتعمل كده. ازاي ومش ازاي؟ انا اتصدمت. ازاي ومش ازاي؟ لا، اصل الكلام جاب بعضه بيني وبين اختك، ولقيتها بتقول لي كذا 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 وبتاع. وبصراحة احنا كان في بينا علاقة جنسية. قالها لي كده صراحة. طبعا انا طلعت فيه واحتفلت في وشه. لحد وقتنا هذا انا ما اتكلمتش معاه. حاول يوصل لي كتير جدا. وانا ما بردش لا على الموبايل ولا على المسجات، على الواتساب او على التليفون. كلم بابا كتير وانا اسف وانا ما كنتش اقصد. طبعا بابا عارف ان الاختلاف اللي بينا اختلاف عادي. وانا عايزه ارجع لها ومش عايزه ارجع لها، وما كنتش اقصد ومش هكرر الغلط تاني. بس انا من ناحيتي رافضه الموضوع. بس متلخبطه، يعني مش عارفه اخد قرار صح. طيب بصي بقى، ربنا يسامحني على اللي هقولهولك ده. انا ما بحبش اهد بيت ولا اهد جوازه ولا اهد خطوبه. مبدئيا من الالف للياء خطا فادح انك تاخدي واحد كان على علاقه عاطفيه باختك. كان متقدم لاختك ومفيش علاقه عاطفيه واختك رفضت وتقدم لك، هيفضل عايش عينه على اختك اللي رفضته طول العمر. طيب ده كان في علاقه بقى عاطفيه بينه وبين اختك. ده خطا فادح منك انك توافقي، وانك يتهيأ لك في لحظه من اللحظات انك ممكن تغيريه او تبدليه. مش هيتغير، في حاجه حصلت.
لما بيبتدي يقارن بينك وبين اختك ده شيء مهين جدا، وشيء كمان بالنسبه لك هيوقعك في اختك ويكرهك اغلى حد في حياتك اختك، اللي لو الجوز مشي بيجي غيره، انما الاخت ما فيش بيجي غيرها. انت فهماني؟ ولما توصل بيه الحاله ان يقول لك انا كنت على علاقه جنسيه مع اختك وبعد كده هخش معاكي في علاقه جنسيه، يبقى دي حاله ارتباط سيئه جدا، يا هتعيشوا متعذبين وانت بالذات هتعيشي متعذبه طول العمر وشاكه في اختك وكارهه اختك ومش طايقه اختك وكل شويه تبصي له وكل شويه تحاولي تصلحي من نفسك، لان هو دخل جواكي الشك في امكانياتك وفي نفسك وفي قدراتك وحسسك بنقصك، وان اختك احسن منك مبدئيا، مع ان اختك استحاله او مش ضروري انها تكون احسن منك، انما هو حط ده جواكي. اوكي؟ وهو جواه لسه عقدته ان اختك تترفض في جوازته من اختك، فعشان كده بيقرب من العيله دي باي شكل من الاشكال. فلو اتجوزته قدامك حل من اتنين، يا تعيشي متعذبه طول العمر يا تعيشوا انتوا التلاته شمال. ايه رايك بقى في الكلام الواضح الصريح اللي انا قلته لك ده؟ طبعا بالنسبه لي الموضوع مقفول. يبقى الموضوع مقفول، بس في نفس الوقت اللي هو انا مش عايزه ان انا ايه اقفل الموضوع بحجج كده. ولا حجج ولا ما حججش، والموضوع جواكي ويخصك وخلص، ومش هنسيح لاختك ولا نعمل اي حاجه. خلاص الباب اتقفل يا بابا، انا الانسان ده مش قادر ابص في وشه، انا مش عايزاه خلاص، ما بقتش قبلاه. اقفلي باب جهنم اللي مفتوح في وشك يا بنت الناس. كتير ربنا بيبعت رسائل للناس عشان ينبهها، وفي ناس بتبقى واعية وبايه بتفهم الرسالة، وفي ناس ما بتبقاش واعية مع الأسف وبتبقى مغيبة، وبيبعت لها الرسالة مرة واثنين وثلاثة وما بيفهموش وبيلبسوا. ربنا بعتك بدل الرسالة 100 رسالة، مواقف وحكايات وروايات، لحد آخر موقف بيقولك فوقي بقى، باب واتقفل، باب جايب شر لا ليه أول ولا آخر واتقفل. نقفل الباب ده، وسنة جديدة داخلة علينا بحياة جديدة بناس جديدة. أختك ربنا يسعدها مع جوزها بحياتها. كل إنسان ممكن يكون مر بتجربة، أخطأ، غلط، دي مش هنعلق للناس مشانق. خلاص وبدأت حياة جديدة ومتجوزة وعايشة ومبسوطة وسعيدة، جميل، وانت كمان من حقك تعيشي زيها. وفي نفس الوقت ما تجيبلهاش اللي يسبب لها عثرة، لان ده ممكن قدام يوقعها في غلط، ممكن قدام يقعد يغلس عليها، ممكن قدام تبقى عينه فيها علشان عارف ان دي اللي اترفض منها، فيفضل يجري وراها وتعيش انت في عذاب، واختك تتخرب بيتها وبيتكو كله يضيع. ليه؟ ما في 60,000 سلامة. متشكرين قوي ليك لحد كده، وما نشوفش وشك تاني يا عم الحاج. انا قلتلك اللي خلص ضميري، وقلتلك اللي فيه مصلحتك. عايزة تسمعي يا بنت الناس؟ انت حرة. عايزة تلبسي وتلبسي نفسك وتلبسي اختك وتخربي بيتك وبيت اختك وحياتك تتدمر كلها؟ الموضوع في ايدك، وقرار قرارك.